حرب تشرين التحريرية هي تاريخ مشرق، نصر مكتوب عصفوح جبل الشيخ، وحكاية عيون تترقب وتحمي القنيطرة الحبيبة، وعينا على جولاننا المحتل. نصر أرخته ذاكرة من عاش الحرب، والنصر عام 1973. يوم تعلم العالم فقه العروبة من سوريا، شريط ذاكرة عاشه الأبطال الضباط بين زمنين، نصر قوة وإرادة. لحتى نتعرف أكثر على واقع ما جرى في حرب تشرين التحريرية، أكيد بصيرنا نرحب معنا بالعميد الطيار الركن المجاز عرب نصر. صباح الخير وكل عام وأنت بألف خير. يسعد صباحك وصباح السادة المشاهدين. وفي يقول بهذا اليوم المجيد ذكرى حرب تشرين، الصباح التشريني نشم رائحة حرب تشرين وانتصارات حرب تشرين في هذا اليوم الأغر. وبستطيع وجه تحية حب وتقدير صانع حرب تشرين القائد خالد حافظ أسد، وإلى الجنود الميامين الأبطال المدافعين في هذه اللحظات على حدود الوطن، وإلى السيد الرئيس بشار الأسد. أكيد. يعني سيادة العميد، خلينا نحكي شوي ونرجع بالذاكرة لحرب تشرين التحريرية، تحديدا عام 73. تحكي لنا عن التحضيرات، كيف تمت حرب تشرين التحريرية، وخاصة حضرتك يعني عميد ركن طيار. إن الحديث عن حرب تشرين حديث يطول ويطول، فسطرها الجيش العربي السوري ببطولات أبطاله، سطرها بحرب كانت لأول مرة بيقوم فيها، أو فينا نسميها الحرب العربية الأولى مع العدو الصهيوني مقارنة بالحروب التي سبقتها. ليش بنسميها، أنا بسميها الحرب العربية الأولى؟ لأن هي الحرب العربية الأولى اللي قام فيها الجيش العربي السوري أو العرب بشكل عام بالهجوم على العدو الإسرائيلي. إذا مقارن مع الحروب السابقة، كنا نشوف نحن شفنا بحرب 48، بحرب ال 56 بالعدوان الثلاثي، أو بحرب ال 67، كان العدو الإسرائيلي هو يقوم بالفعل وكانت الجيوش العربية هي تساوي رد الفعل. بينما في حرب تشرين هي الحرب الوحيدة اللي قام فيها الجيش العربي السوري أو العرب بالهجوم على العدو لأول مرة. إذا قارنا حرب تشرين التحريرية على المستوى العربي، حتى على المستوى العالمي، على مستوى الحروب اللي صارت في العالم في القرن العشرين، فينا نقول حرب تشرين هي كانت حرب أصحاب حق لإعادة الأرض اللي كانت مغتصبة. إذا قارنا الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الأولى كانت خربت الدنيا على أثرها وبسبب مقتل ولي عهد النمسا وهو من قبل طالب صربي، فقامت حرب عالمية أولى. الحرب العالمية الثانية بسبب الأطباع الألمانية والتوسع الألماني في بولونيا ويوغوسلافيا وبهالشكل هذا قامت الحرب العالمية الثانية. إذا كان صراعات ما لها علاقة بحقوق مسلوبة. نحن يوم خضنا حرب تشرين خضنا بسبب أنه عندنا أرض محتلة، عندنا أرض سلبت منا، وخاصة بعد حرب ال67، فأطرنا وعملنا واشتغلنا في سوريا بقيادة القائد خالد حافظ الأسد لاستعادة الأرض المحتلة. هي كان الغاية من حرب تشرين في البداية. إذا نستطيع القول أن حرب تشرين هي الحرب العربية الأولى مقارنة بالحروب البقية اللي صارت في المنطقة وفي العالم. أن التحضير لحرب تشرين التحريرية لم يأتي وليدة حرب، يعني تحضير لحرب تشرين ما اجى وليد اللحظة، لا بالعكس. نحن بعد نكسة حزيران، بعد انتهاء حرب ال67، من بهذيك الفترة بدأ في، وما تركت أثر حرب تشرين حرب 67 من نكسة في نفوس المواطن السوري والمواطن العربي والعسكري السوري والسياسي السوري. فهون بدأ العمل لإعداد لحرب تعيد الكرامة العربية. إذا التحضير بشكل استراتيجي لحرب تشرين التحريري بدأ عمليا بعد حرب ال67، والتحضير العملي والأفضل وكان المفصل الأساسي هو بعد الحركة التصحيحية بسنة 1970 اللي قادها القائد خالد حافظ الأسد. هون بدأ التركيز والإعداد بشكل عملي، وفينا نقول اقتربت ساعة النصر وساعة الحسم لاستعادة الأرض. بعد في عام 1900 فينا نقول ان احنا بعد حرب ال67 ما هديت الجبهه، يعني ما هديت، ما قعدنا احنا واستكنا عم ننتظر، لا بدانا بتحضير حالنا. وما بين حرب ال67 و1970 الحركه الصحيحه حتى قيام حرب 73 كان يحصل بشكل دائم
يعني اشتباكات جوية. كان المقاتل السوري يصطدم بشكل دائم مع المقاتل الإسرائيلي. حصلت عدة خرقات جوية، وكان الطيارين، أنا بصفتي كطيار بدي أحكي، كان الطيارين من أوائل يعني يتصدوا في اشتباكات ومعارك جوية، وكان لنا الفصل والسبق بإسقاط الكثير من الطائرات. لأول مرة تم إسقاط الطائرة ميراج 3C أسقطت في الأجواء السورية. سيادة العميد، يعني بدنا نحكي عن الدور البارز للدفاع الجوي، التعزيزات كيف كانت دوره بحرب تشرين التحريرية، وأبرز الطيار اللي فعلا كانوا على قدر المسؤولية ورفعوا دائما العلم السوري. طبعا قبل أن أدخل بهذا الموضوع بدي أقول شغلي أنا، إن أنت من بدك تخوض، بدنا نخوض حرب كجيش، بدك تخوض حرب، الحرب ليست نزهة. نعم. حرب فيها خسائر، فيها شهداء، فيها اقتصاد قد يدمر، فيها اقتصاد قد ينمو. وبالتالي التحضير للحرب، أي حرب أو حرب تشرين، أخذ اتجاهات حثيثي ودائمي حتى لو وصلنا للحظة الحسم. فأنا ما في بقول عن حرب تشرين لا أعرف شو القاعدة اللي انطلق منها أو شو كيف وصلنا لحرب تشرين وحققنا هذا النصر. في عام 1970 قبل الحركة التصحيحية بعام، بتوجيه من السيد الرئيس، كان وزير الدفاع الرئيس الفريق حافظ الأسد، أعطى توجيه بإعادة النظر بحجم الجيش وإعادة تأهيل الجيش من أول جديد لتحضيره للحرب القادمة، حتى إعادة النظر بحجم الجيش حتى ونحن بنخوض الحرب لحالنا بدون التنسيق مع مصر. نعم. وبالتالي تم العمل بالتحضير وتجهيز الجيش والقوات المسلحة وخاصة الطيران. ولم يأتي منتصف عام 1973، تصوري من 69 وصلنا ل 73، كان الجيش العربي السوري قد نمى 5 أضعاف ما هو كان عليه. نعم. خلال 3 سنوات أنك أنت تقدر تبني جيش بهالوقت وتأهله وتعده يكون جاهز للصراع مع العدو خلال فترة بسيطة، 5 أضعاف تضاعف عدد القوات المسلحة. كيف الضعف؟ بالنسبة لكافة الأصعدة، هلا بس أنا مضطر أحكي باختصاصي كطيار. بهاي الفترة تم إدخال طرازات جديدة من الطائرات المقاتلة والمقاتلة القادمة للسلاح الجوي السوري. نعم. أجداد جديدة. أدخلنا الطائرات ما تجب أن نتفرج عليها، بدنا نعد طيارين، بدنا نأهل طيارين، حطينا البرامج والتدريب المستمر ليلا نهارا لتأهيل طيارينا وفنيين ومهندسينا للقيام، نجهزهم لخوض الحرب. طيب جبت طائرات وجبت عدية طيارين، ما بدك بنى تحتية لتأمن هالطائرة. نعم. قمنا بإقامة القيادة وبتوجيه من القائد خالد حافظ الأسد بتجهيز المطارات على أكمل وجه. يعني الطائرة لتكون جاهزة بدها أماكن إقامة، بدها أماكن تكون عمل طبيعي يعني لتقدر تنفذ مهامها. هي التجهيزات كلها تم التحضير لها وإعدادها ليوم الحرب تكون جاهزة لتنفيذ مهامها. زدنا عدد يعني الطائرة اللي تقلع وتطير بدها شيء يساعدها، هي منظومة متكاملة من التكنولوجيا والمعلومات. طيب أنا جبت طائرة وعندي طيار قاعد بهالطيار، ما بده حدا يوجهه، بده حدا يوجهه على أهدافه، بده إذا تم تجهيز مقرات قيادة لتوجيه الطيران والمقاتلات وتوجيه القوات أثناء الأعمال الحربية. بهالاتجاه هذا تم الإعداد على كافة المجالات للتحضير لحرب تشرين. نتيجة هذا النمو المتطور، نتيجة هذا التصاعد والتدريب العالي المستوى للطيارين والقوات المسلحة، شاءت الصدف أنه في أحد المواقف البطولية لأنه نتيجة طياريننا تم تأهيلهم بشكل جيد، وبقوا عم يستنوا اللحظة والفرصة اللي هن بدهم يشتبكوا مع العدو الإسرائيلي ليحطموا أسطورة العدو الإسرائيلي. فنتيجة هالإعداد هذا في أحد المرات في سماء دمشق، هون في سماء دمشق، تجرأت طائرة فانتوم، وكانت طائرة الفانتوم هي أحد الطائرات العالم بهذيك الفترة، واخترقت المجال الجوي فوق مدينة دمشق، فتصدى لها طيارين البواسل، نسورنا البواسل، وحصلت سماء دمشق هون وتصدى لها بالطائرة الميج 21. الفانتوم كانت متفوقة إلكترونيا وراداريا، وطائرة مزخرة وطائرة جديدة جاية من الولايات المتحدة مباشرة، تصدى لها الطيار البطل المرحوم النقيب بسام حمشو. نعم. وأسقط الطائرة فوق سماء دمشق. سقطت الطائرة، هاي معلومة للتاريخ، جنوب دمشق وفيها طيارين 2 الفانتوم، قام فلاح سوري بكل تواضعه بمسدسه المتواضع سحب أسر الطيارين الإسرائيليين 2 وجابهم إلى أقرب دورية عسكرية. طبعا في المساء استقبلوا الرئيس القائد خالد حافظ الأسد له للطيارين وأكرمهم وأعطاهم
أكيد. سيادة كل العميد، يعني نحن عم نحكي هلأ عن البطولات، خلينا نحكي الفردية أو الأشخاص اللي صارت بحرب تشرين التحريرية. كل معركة وراها جيش ووراها بطولات وراها عظماء. خلينا نرجع بشريط ذاكرتك ونتذكر مع بعض إحدى الحوادث اللي صارت، اللي بتذكرها أو بتسمع عنها، عن بطولات الجيش العربي السوري، عن ضباط أو طيارين أو حوادث كانت مشهورة بهذاك الوقت. هلا انا عندي كثير من الذاكره عن بطولات، لان بطولات طيارين كثيره جدا نعم. والحمد لله. يعني نحن منذ دخلنا سلاح الطيران نسمع انه في امثله في العالم، نقرا في تاريخ الجيوش والحروب الجويه انه في طيارين، مثلا الطيارين بالحرب العالميه الثانيه، الطيار الياباني اللي يسموه الكاميكاز، الكاميكاز الياباني. شو الكاميكاز؟ هو مجموعه من الطيارين اللي معاهدين بلدهم ودولتهم على انه ما يرجعوا غير يحققوا اهدافهم. فالكاميكاز الياباني تم توجيه ضربات للاسطول الامريكي ودمر الاسطول الامريكي، ومعروف القصه هاي. نحن في سوريا طيارينا ما نن اقل منهم. نحن عندنا امثله كثير حيه على الطيارين السوريين اللي سطروا في سجل الخالدين بطولاتهم بحروف من ذهب الى الابد، يعني راح تبقى نعم. عندنا مثال على ذلك. ان سالتني عن حالات فرديه من الطيارين، عندنا مثلا الطيار المرحوم حسن الكردي، طيار قام بطائرته وتوجه بطائرته لتنفيذ المهمه فوق فلسطين المحتله في مدينه حيفا، وبعد ان اسقط حملته نفذ بطائرته ودخل بطائرته بجسمه بطائرته بمصفات حيفا. عندنا الطيار النقيب الطيار كمال نصر، عندما أقلع بطائرة السخوي وتوجه للتوجيه ضربة إلى مقر القيادي في مورون في شمال فلسطين، مقر القيادي المركزي للقوات الإسرائيلية عفوا، بعد أن نفذت ذخيرته ونفذ ضربة، وكمان نفس الشيء بطائرته فات بمقر القيادي المركزي ودمره نهائيا بطائرة السخوي 20. في أمثلة كثيرة، في مثال لحد هلا. يعني أحد بطولات الطيارين أحكي لك إياها لأول مرة بتطلع بالإعلام، يعني يلا خلينا نسمع. أحد المرات معنا وقت ما هيك؟ طبعا تفضل. أحد المرات أثناء أحد الطيارين السوريين عم ينفذ مظلة جوية. يعني شو مظلة جوية؟ يعني عم ينفذ بالجو، بينفذ تحويم ليحمي منطقة مشان ما يتسلل عليها الطيران المعادي. فهي اللحظة الطيار السوري كان ارتفاعه 7 كيلومتر، عم ينفذ مظلة بطائرة ميج 21. يفاجأ بيطلع بالبيروسكوب المرايه، الطياره فيها جهاز رؤيه مثل المرايه للسياره، فيها جهاز رؤيه اسمه البيروسكوب. فطلع الطيار السوري لاحظ انه طائره ميراج داخله بالتسديد بده يرميه للطيار السوري. هون في حركات نحن مدربين عليها كطيارين قتال، مباشره الطيار سوى حركه دفاعيه، الطيار السوري وفقد ارتفاع بسرعه عاليه، من ارتفاع 7 كيلومتر ونزل لارتفاع 3 كيلومتر. بهالحركه الدفاعيه تم وضع الطيار الميراج الاسرائيلي امام الطيار السوري، فصف الهدف المعادي في مرمى الطيار السوري. مباشره الطيار السوري وبالقتال القريب بالمدفع بدون الصواريخ، يعني رمى الطيار الاسرائيلي فاصاب طائرته واسقطه، قفز الطيار الاسرائيلي بالمظله. بهاي اللحظه بدون ما ينتبه الطيار السوري اجى صاروخ من الخلف وتم اسقاط الطيار السوري بنفس اللحظه، يعني اسقط طائره معادي. بهي اللحظه كان طائره اسرائيليه اسقطته، فقفزوا الطيارين اثنين بالمظله، الطيار السوري والطيار الاسرائيلي. وكانت قفزوا بشوفوا حال نازلين بنزول، شافوا بعض، المسافه بيناتهم حوالي 200 متر. لما وصلوا على الارض مباشره هون تاتي قوه وعقيده وايمان المقاتل والطيار السوري، فهو بأرضه وببلده وعم يدافع عن أرضه وصاحب حق هو. مباشرة هجم بالمسدس، طلع الطيار معه عدة للدفاع عن النفس، فبالمسدس الفردي اللي معه هجم باتجاه الطيار الإسرائيلي وأسر الطيار الإسرائيلي وقاده وانتظر. إنه النازيين ما بيعرفوا حالهم بالضبط منطقة فصل بمنطقة صديقة ولا معادي. بعد لحظات اجت عربي مصفحة طلعت دورية سورية وجابوا الاثنين. فهي لأول مرة بتحصل بتاريخ، حتى بالحرب العالمية الثانية ولا إنه تحصل إنه طيار يأسر طيار بمسدسه الفردي. نعم. هاي يعني أحد سيادة البطولات. العميد عم نحس فعلا بحجم الفخر وانت عم تحكي، ونحن بدورنا اكيد بنعتز بهي البطولات يلي نحن لهلا رافعين راسنا فيها، ورح نبقى دائما هي البطولات الفردية والعمل الجماعي والانجاز اللي صار بحرب تشرين التحريرية بوقتها، كيف كان رد فعل المواطنين السوريين على هذا النصر الباهر لأبطال الجيش العربي السوري.
هلا بدي عودة على بدء اللي تفضلت فيه. نحن اذا كنا هلا شعرتوا بالفخر تفضلي وبوجود بسلاحنا وطيارينا، نحن ما جينا من فراغ، نحن جينا نتيجه تربيه في مدرسه القائد خالد حافظ اسد، جينا نتيجه تربيه عقائديه وفكريه، نحن اهلنا وجهزنا لندافع عن ارضنا، فطبيعي اي مقاتل سوري اي طيار سوري يكون يحمل نفس القيم ونفس المعاني، وهو عم يستنى وبينتظر اللحظه اللي فيها يدافع عن وطنه. نعم. وعن بلده. فبلدنا سوريا بتستاهل منا كثير كثير، نحن جاهزين للدفاع عنها وتقديم الدم بشكل دائم للحفاظ عليها وحفاظ على ما اضطره وما خلفته حرب تشرين. نعم. اما عوده الى ما تفضلت فيه ثاني، انه موضوع المواطن والشارع السوري، الشارع السوري بحرب تشرين، انا اوعى حرب تشرين يعني. نعم. بتذكرها، ما شاركت فيها، كنت معني يعني. فبحرب تشرين الشارع السوري كان عم بخوض حرب مع ابطال حرب تشرين، يعني لا تصدقي في جيش بيهجم، دبابات بتهاجم والطيارات بدها تقصف وحوامات بتساوي انزلات بدون ما يكون خلفه جيش والشعب يؤهله. انا كمقاتل بدي فوت على الحرب، بدي اطلع بطيارتي، بدي تكون اسرتي مرتاحه، اسرتي عم تدعي لي تروح تيسر الله معك. قائد الدبابه او قائد الطياره او اي عسكري يوم بكون بيشعر وراه ناس عم يساعدوه عم يدعوا له بالتوفيق وعم يشحذوا الهمم، فبتزيد معنوياته وترتفع معنوياته. الشارع السوري كثير من انا اذكر شبيبه الثوره بهذيك الفتره كانت تريح القوات المسلحه تروح هي تعبي ذخيره للقوات المسلحه، يطلعوا بالسيارات ويساعدوا الجيش بتعبئه الذخيره، يروح على التشكيلات والقطاعات القريبه من اماكن سكنهم يروح يتبرع ويتسابق لتقديم الخدمه. حالة مميزة في الشعب السوري بحرب تشرين تحريب بنوك الدم، بنوك الدم سكرت، قالوا لنا يا أخي بنتبرع بدم، قال إذا بتحبونا أنتم خلوا الدم احتياط لجيشكم بجسمكم، ما عاد عندنا بنوك الدم تسعوا، فتم الاحتياط في أجسامنا هي للحظة اللي بيطلبها فيها، هي إن شاء هي اللي حصل، هي يعني نفس الشارع. فطبيعي ما في جيش، نحن حرب تشرين ما إجا من فراغ، إجا من إعداد الشعب والجيش. لما خضنا حرب تشرين خضنا سبق حرب تشرين شيء اسمه اعداد الدولي للحرب، اعداد الدولي اقتصاديا وعسكريا وسياسيا وثقافيا واعلاميا. عسكريا شفنا نتائج ظهرت من اليوم الاول، اليوم الاول اليوم الثاني، نحن راح خسائر العدو الاسرائيلي حوالي 1000 قتيل اسرائيلي باليوم الاول واليوم الثاني، عدا عن موضوع الطائرات والدبابات. هي المساله كانت مميزه بحرب تشرين، فتم اعداد الدولي اقتصاديا. كيف انا بدي اخوض حرب عسكريه وبدي اخوض جيوش بدها تخوض صراعات بدون ما تكون مؤهل اقتصادك انت؟ حرب تشرين كان الاقتصاد السوري قوي، نما بفترات متسارعه لعشيه الحرب، ما كان المقاتل والمواطن السوري ما نقصه شيء بالحرب. نعم. على الصعيد السياسي خضنا حرب تشرين، نحن كنا عملنا حلفاء او محاور، انا ما في اخوض حرب بدون حليف استراتيجي. الحليف الاستراتيجي اللي كان الاتحاد السوفيتي والدول الصديقة بحرب تشرين، لقينا نتائجها في اليوم 10 و11 عندما حصلت في مصر ووقفت القتال على الجبهة المصرية وتحول كل الجهد الجوي والطيران تحول كله باتجاه الجبهة السورية. نتيجة التخطيط والتحضير وتأهيل الدولة للحرب هون بيّنت نتائجها مباشرة. اشتغل الجسر الجوي، الجسر ما بين الاتحاد السوفيتي بهذيك الفترة وسوريا. قام الطيران النقل الروسي نقل حوالي 65,000 طن من الحملات، 15,000 رحلة طارت من الاتحاد السوفيتي لسوريا لتمدنا، استعوضنا الدبابات اللي خسرناها. نعم. استعوضنا الطائرات، كل السلاح الدبابات، واجانا أسلحة جديدة. هي نعم. ما اجت من فراغ، هي بتجي من الاعداد والتحضير لحرب تشرين. نعم، يعني سيادة العميد كانك عم تحكي الماضي عم بيحاكي الحاضر، وان اختلفت الادوات والمرتزقه للعدو الاسرائيلي، لكن ثوابت الجيش العربي السوري مثل ما قلت، الشعب ايضا من وراءه مقاوم. يعني اول شيء بدي لك كل عام وانت بخير، وان شاء الله دائما منتصرين، وان شاء الله عام 2018 بنكون فعلا كمان عام النصر مثل عام 2017، ودائما النصر بيكون حليفنا كما كان دائما. شكرا لك ولوجودك معنا. شكرا. سيادة العميد كرر شكري لحضرتك، ودائما نحن مثل ما منقول الماضي العريق دائما له حاضر ومستقبل أيضا بوازي بالعرق والصمود. شكرا كثير لوجودك. وأنا بتشكركم على الاستضافة، وبدي أقول شغلي أنه نحن مثل ما كنا قبل والآن وفي المستقبل نحن جاهزين بشكل دائم للدفاع عن وطننا وعن بلدنا وتقديم الغالي والنفيس في سبيل سيادة سوريا وحماية أرض سوريا. شكرا لك.